برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، انطلق مهرجان الأهرام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام. يستمر لمدة 3 أيام تحت شعار مصر العروبة وبحرين الوفاء، حضارتان ومصير مشترك، وذلك بمقر جامعة البحرين. وقد ألقى وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي كلمة أكد فيها أن فعالية هذا المهرجان الإعلامي الثقافي الأخوي يعكس عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى جمهورية مصر العربية، وما تشهده من تقدم ونماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعرب سعادته عن شكره وتقديره لمواقف مصر الأخوية الثابتة والمشرفة سياسيا وإعلاميا في دعمها للبحرين وبالتزامها التاريخي بنصرة الحقوق والقضايا العربية والإسلامية العادلة وتضحياتها المتواصلة في الذود عن أمن الخليج العربي والمنطقة بأسرها باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي. وقال سعادته إن مبادرة مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة بتنظيم هذا المهرجان لدلالة إضافية على قيمة الإعلام المصري ودوره المحوري عبر تاريخه المهني العريق في تدعيم حركة النهضة والبحث العلمي والتنوير الفكري والثقافي والحضاري العربي، وبمواقفه القومية الأصيلة في الحرص على توطيد أواصر العمل العربية المشترك وتكريس نهج التسامح والوسطية والاعتدال. أعرب وزير شؤون الإعلام عن ثقته في خروج هذا الملتقى الإعلامي والثقافي بما يضمه من خبرات وكفاءات عربية مرموقة بأفكار بناءة واقتراحات هادفة تدعم تحركاتنا على طريق تعزيز العمل العربي المشترك. كما ألقى مدير عام مؤسسة الأهرام ورئيس مهرجان الأهرام ومنسق عام المهرجان كلمات بهذه المناسبة. تم خلال المهرجان عرض فيديو لمؤسسة الأهرام، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية. أنا أشكر الأخوة في مؤسسة الأهرام في إقامة هذا المهرجان. هذا المهرجان أنا كنت حريص أنه يقام في جامعة البحرين، هناك أكثر من 30,000 طالب وطالبة يدرسون في هذه المؤسسة العلمية اللي احنا الحقيقة نفتخر فيها. المهرجان عبارة عن مجموعة من الندوات، معرض يحتوي على أكثر من 5,000 عنوان. العلاقة بين البحرين ومصر لله الحمد علاقة متنامية ومتصاعدة. على عبر التاريخ لم يكن هناك أي تباين أو اختلاف بين في سياسة البلدين. نتحدث عن حضارتين تمتد إلى 5,000 عام. في العصر الحديث نتحدث عن بلغة الأرقام، مؤسسة الأهرام أنشئت في 1875، وأول طالب علم بحريني درس في مصر في 1883. فعندما نتحدث عن التاريخ يجب أن يصل هذا التاريخ وأن نفخر بهذا التاريخ لطلبتنا والشباب في البحرين. إضافة إلى ذلك أن هناك محاولات تستهدف دولنا باءت بالفشل ولن تجني أي شيء، لأن هذه المحاولات كما قلت دائما لن تستطيع شراء التاريخ، فالتاريخ يتحدث عن نفسه.